اهلا وسهلا استاذ علي الدبيسي، كنا نتمنى ان تكون موجود معنا في القاعه، ولكن للاسف انه ظروف السفر لم تسمح. تفضل استاذ علي الكلمه وفي يعني موجزه ومركزه كعادتك، شكرا جزيلا لك. ان شاء الله. السلام عليكم، شكرا للقصر، شكرا لك استاذ يحيى. اقدر وقت المشاهدين والحاضرين، لذلك ساختصر. انا اعتقد في مساله رئيسيه جدا في السعوديه، وهي من جملة المفاهيم المغيبة التي أمدت الحكومة السعودية إلى تغييبها عن الواقع وإلى تجهيل الشعب واستبدالها بمفاهيم أخرى كالولاء والطاعة. تغييب في السعودية انفردت الكرامة الفردية، أيضا تغييب مسألة الحرية الجماعية، وما يترتب على غياب هذين القيمتين مسائل كثيرة لا تعين حقيقة الشعب لكي يحيا بطريقة سليمة وبطريقة تضمن حقوقه وكرامته. الأسرة في البلاد تعمد إلى زرع الإحباط واليأس والتيئيس في أنفس الناس، وهي في ذلك بطبيعة الحال مستعدة للوصول إلى أقصى مدى ممكن، بالتالي مستعدة للقتل، للتعذيب، للسجون ولتوسيع السجون. فما نراه اليوم في أرض الواقع هو إلا نموذج على استعداد الأسرة الحاكمة في السعودية الوحشي للمزيد من ذلك. ولا أود طبعا في سبيل توصيف هذه الحالة أن أستنهض أي حالة داخلية في داخل البلد، فلو كنا في داخل البلد لكنا نواجه نفس المصير، وكان حينئذ من الصحيح أن نتحدث فيما يتعلق بالمصير الداخلي. وفي حال نحن موجودين اليوم في الخارج لا نمتلك إلا أن نحيي أي مناضل في الداخل وأي مناضلة، وهم كثيرين في عرض البلاد وطولها، ممن يقومون بأدوار نضالية وحقوقية ومطالبة بحقوق الناس وبالعدالة، فلهم منا كثير التحايا، ونضعهم في جامع على رؤوسنا وقلائد على قلوبنا. مسألة أيضا هامة نعتقد في السعودية، نحن بحاجة في السعودية إلى تأسيس حالة فكرية سليمة ومتسقة. في السعودية على سبيل المثال لا يقوم الاستبداد فقط بقتل وتعذيب الناس، بل أيضا مما يقوم به هو تغيير الأفكار. لذلك نحن نحتاج إلى جبهة قوية في السعودية تؤسس لإصلاح ما أفسده الاستبداد من الفكر اللازم لأي تغيير ولأي إصلاح. توجد أجهزة كثيرة في السعودية مهمتها القمع، على سبيل المثال يتسلم جهاز القمع أحد المقربين من الأسرة الحاكمة هو عبد العزيز الهويريني، هو مهمته القتل والتعذيب والاعتقال، وكذلك يتسلم آخرين في مقربين الأسرة الحاكمة أيضا أجهزة أخرى، وهم يقومون بأدوار متعددة. فبالتالي القتل والتعذيب والاستبداد في السعودية من خلال السجون ما هو إلا حالة واحدة فقط من عدة حالات يستكمل بها جهاز الاستبداد مهامه المتعددة في قمع الشعب. من القضايا الخطرة أنا أعتقد هو موضوع التلاعب الفكري والتضليل الموجود، والذي نراه في قضايا كثيرة، وعلى سبيل المثال ما نشهده اليوم تجاه قضية فلسطين. المتابع لما يجري من حوار في داخل السعودية تقودها الأجهزة الإعلامية يلحظ المستوى العميق الذي حفرته الحكومة السعودية من خلال وسائل إعلامها وجهتها الرسمية في تضليل الكثيرين. وطبعا هناك من ينجو من هذا التضليل ومن يستطيع أن يستقل ويستقل بفكره وبرؤاه، ومن هؤلاء هم المناضلين والمناضلات الذين هم يقبعون اليوم في داخل السجون. ختاما حول العمل الذي ينبغي للحالة معقدة في السعودية، أنا أعتقد أن هناك ثلاثة أركان هامة في السعودية في سبيل أي خطوة إصلاحية يمكن لها أن تتكلل بالنجاح. المسألة الأولى هو قبول الاختلاف. المواطن اليوم في السعودية الرافض للظلم أو المعارض المقيم في الخارج حينما ينسج أي تطلعات أو فكرة حول وطن مستقبلي، حينما تكون هذه الفكرة هي منغلقة على الأيديولوجية أو على الجماعة أو على المنطقة أو ما شابه من تحزبات تحت عناوين متعددة، أنا أعتقد هذه الفكرة من الصعوبة لها أن تنجح. طبعا لا يعني ذلك أن يجب أن يكون جميع النسيج المعارض متفقا في الفكرة، لا يجب أن يكون بطبيعة الحال هذه الفكرة موجودة. افتراض اتفاق الجميع هو أيضا وهم آخر، مثل أي أوهام أخرى قد تعيق عملية الإصلاح أو التقدم. أيضا نحن نحتاج اليوم في السعودية لحالة من التعددية في التخصصات والمهام. يشيع اليوم في السعودية أن من موجودون في جسد المعارضة هم أناس توجهاتهم حقوقية أو سياسية على سبيل المثال. مؤخرا برزت توجهات حقوقية فرعية تهتم بقضايا النساء،
تمثلنا الكثير من النساء أيضا. هذه الأنماط هي تقليدية ومتعارفة، نحن نحتاج في الحقيقة إلى أنماط أكبر وأوسع من ذلك لتغذي كافة الحقول الضرورية والحيوية والمطلوبة، ونحتاج من كافة الحقول أيضا تفرعات تخصصية دقيقة. أضرب مثال على ذلك، يغيب اليوم خلف القضبان في السعودية الأستاذ عصام الزامل الذي كان يغذي الساحة في السعودية برؤى اقتصادية جديرة. هو اليوم وبعد غيابه وبعد كثير ممن نالهم القمع في السعودية بالتخويف أو الترهيب أو التعهدات، يغيب في السعودية العطاء الاقتصادي المطلوب للتنوير أو لإضاءة الطريق أو لتوضيح بعض المسالك الخاطئة التي تسوفها الحكومة السعودية اليوم في الحقل الاقتصادي والتي تشكل خطرا على البلاد. فبالتالي نحتاج تخصصات كثيرة في التاريخ، في الثقافة، في الفن، في الاقتصاد وغيرها من تخصصات، لكي لا تكون معرضة فقط باتجاهات محددة ليس لا تستطيع في المستقبل بناء البلاد. فالسياسة والحقوق وحدها لا تبني مستقبلا جيدا لأي بلد ولأي محطات في التغيير. النقطة الأخيرة وأختتم بها، أنا أعتقد يتم في بعض الأحيان يلحظ بعض المتابعين أن الحكومة السعودية تحاول بشكل أو بآخر أن تسفه أو تتفه أو تقلل من شأن أي جهود إصلاحية معارضة موجودة في الخارج. أنا في ظني أن هذه المسألة طبعا هي تأتي على سبيل الاعتراف أيضا بتأثير هؤلاء المعارضين في الخارج. نجد على سبيل المثال أي تحركات في الخارج سواء من أفراد أو جماعات أو مؤسسات، يتم توجيه الجيوش الإلكترونية لمحاربتها، لمحاولة تشويه صورتها وغير ذلك، وهذا يعني بكل تأكيد أن هناك تأثيرا لهذه المعارضة. وعلى ذلك أنا أقترح وأوصي الكثيرين اليوم من هم موجودين في الخارج، ولا أتكلم عن من في الداخل، فمن في الداخل لديهم ظروف قمعية تكفيهم، أنا أتحدث من هم في الخارج ومستعدين لأن يعيشوا في بلدان متعددة، وبالتالي على هؤلاء ولربما الظروف المحيطة بهم سواء في الحرية التي يتمتع فيها هذه البلدان أو القضايا الأخرى التي من الممكن أن يتيسر بها. إلى جيوش اليوم من المعارضة، الحكومة السعودية تسخر الكثير من إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل الاستبداد في الداخل، فبالمقابل نحتاج أن أيضا نكون هذه الجيوش المتعددة في كافة الحقول. المسألة الأخيرة، لا يخفى طبعا على بعض المتابعين أن الحكومة السعودية وعلى مدار عشرات السنوات وما يصل إلى 40 سنة تقريبا من تاريخ المعارضة، هي تحاول من وقت إلى آخر أن تصطاد بعض المعارضين وترجعهم إلى البلاد، أو أنها تحاول أيضا في بعض الأحيان أن تفتت الجماعات الموجودة في الخارج. أنا أعتقد أن هذا يدل على أن هذه المعارضة قد تشكل خطرا على هذا الاستبداد الداخلي، فبالتالي هذه نقطة من شأنها أن تشجع على المزيد من المعارضة الجادة والفاعلة في الخارج والمستمرة والتي لا تقبل. شكرا جزيلا استاذ علي. في أسئلة استاذ علي؟ تفضل المايك هنا. شكرا استاذ علي. ما هو رأيك بقرارات المحكمة الجنائية الخاصة حول قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؟ أي محكمة الجنائية الخاصة السعودية؟ المحكمة بطبيعة قضايا المدافعين هي غير هي من قانونية، حاكم لا يرجع قصاص لها أيضا، بالتالي الأحكام أو القوانين التي تطبقها على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب هو أيضا النسخة المحدثة منه، هو قانون معيب جدا بشهادة كثير من المختصين القانونيين، أيضا بالتالي القضاء من ناحية تعيينهم، أيضا النائب العام من ناحية استقلاليته أو عدمها، كل هذه البيئة، أيضا ما يتعلق بشروط المحاكمة العادلة كلها غير متوفرة، فبالتالي من الصعب أن نصف ما يجري في المحكمة الجزائية المتخصصة أنه قانوني، هي فقط أداة رئيسية من أدوات الاستبداد التي يستخدمها التي تستخدمها الحكومة السعودية للبطش في المعارضين السلميين والمطالبين بالحقوق والإصلاح.
على هذه المداخلة، ونعتذر لضيق الوقت، نتوقف هنا. شكرا جزيلا لكم. ريتشارد، كان يو هاف سكايب فروم حسن؟ هل ممكن نحصل على مداخلة عن طريق السكايب من حسن؟ أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا أستاذ يحيى. أنت على الهواء، ممكن تطلع على الكاميرا؟ أنا الآن مش على الكاميرا. الكاميرا مش موجودة. طيب أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك، وبهذا لو تتفضل في الإجابة، ولأن الوقت ضاق في دقيقتين أو ثلاث، سجل كلمتك، مشكورا. شكرا لك، شكرا على الاستضافة أستاذ يحيى، أمسي عليك ومسي على الأخوة الحضور. خليني أبدأ بتعريف بسيط عن المؤسسات الرقابة في المجتمع السعودي والأجهزة الرقابية التي تعنى بمكافحة الفساد. عندنا هيئة الرقابة والتحقيق، وعندنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو تسمى بنزاهة، وعندنا ديوان المراقبة العامة والنيابة العامة وأمن الدولة، وأخيرا لجنة مكافحة الفساد التي أنشأها الأمير محمد بن سلمان مؤخرا. لن أتطرق إلى المهام لكل هذه الأجهزة والمؤسسات، ولكن سأذهب إلى أقدم جهاز من هذه الأجهزة، وهو ديوان المراقبة العامة الذي تم تأسيسه عام 1971 تقريبا. ونرى رؤيته وما هي رسالته. الرؤية كما هي مدونة على موقعه، هو جهاز رقابي مهني متطور يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، يسهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة. أما رسالته فتتضمن إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة، والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة بنجاح. هيئة الرقابة أو هيئة مكافحة الفساد النزاهة، والتي تأسست بأمر من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 19/3/2011، نجد أن نص الأمر بدأ بنص قرآني عظيم يقول فيه عز وجل: ولا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وينص البند الرابع من هذا الأمر الملكي على أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنا من. وهذه نفس الجملة التي رددها الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. نلاحظ من القراءة السريعة لديباجة عمل هذه المؤسسات والأجهزة المشكلة أن هناك وفرة في الأدبيات النظرية، ولكن الممارسة أن لم تكن مستحيلة فهي صعبة، في ظل تركيز السلطة في يد واحدة مما يجعلها مطلقة. وكما يقال، السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة. في 4 من شهر نوفمبر من هذه السنة، تم إيقاف مجموعة من الأمراء والمسؤولين بتهمة الفساد. وصرح الأمير محمد بن سلمان أن 10 في صحيفة نيويورك تايمز طبعا، أن 10% من الإنفاق الحكومي يتم هدره بسبب الفساد. وأكد أيضا 1% من الموقفين هم من ثبت براءته، بمعنى أن جميع الموقفين إلى 1% تقريبا هم متهمين بتهم الفساد. وبعيدا عن حقيقة أهداف هذه الحملة، نتوقف فقط في مقارنة بين أدبيات النظرية لمكافحة الفساد لهذه الأجهزة خلال 46 سنة الماضية، وبين ما يثبته الأمير محمد بن سلمان عمليا في الفشل الذريع لعمل هذه المؤسسات. وسأطرح بعض الأمثلة لعمليات فساد كبيرة يتم فيها استغلال السلطة وإساءة استخدامها في الاستيلاء وهدر المال العام. الملك الراحل فهد بن عبد العزيز قام بشراء قطعة أرض في منطقة هنا في جنيف تسمى كولونت بالريف في 80s القرن الماضي، تبلغ مساحة هذه الأرض 17 هكتار تقريبا.
أي ما يعادل 170 ألف متر مربع. سعر عفوا بس أكمل الفكرة أستاذ يحيى. طيب. السعر المتر المربع في هذه المنطقة 17 ألف فرنك سويسري، أي قيمة الأرض مع الإنشاءات تصل إلى 3 مليار دولار. أسمع هذا القصر بفيلا الفجر. اليوم قام ورثة الملك الراحل أو قام الأمير محمد بن سلمان بانتزاعها من ورثة الملك الراحل واكتتبها أو كتبها باسم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا كنموذج فقط للمسؤول يقف على رأس الهرم. تقدم الحكومة السعودية مجتمعا دوما بأنه مجتمع متخلف وأنه مجتمع رجئي لمحاجزة الحكومات الغربية، وأن مشاركته السياسية في القرار وحقه في تقرير المصير غير مجدي، وفيها الكثير من المخاطرة داخليا وخارجيا. لذلك وانطلاقا من هذا التجريف لقيم المجتمع وثقافته واحترامه للآخر، تجد بطولات قادتها في قهر الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب طريقة لتكريس السلطة والاستمتاع بالثروة. فكارثة فبراير مثلا للأسهم التي حدث عام 2006 والتي بها تم سحق الطبقة المتوسطة بالمجتمع، وقضايا رأي عام أخرى كمساهمات سواء وجزر البندقية وشركة أم القرى، كلها من صناعة السلطة وباسم تجفيف منابع الإرهاب. المواطن هنا يدخل ويدفع الثمن غاليا خلال الفترة أو فترة 60 سنة الماضية. اليوم يعيد التاريخ ويعيد الزمن مع محمد بن سلمان نفس الآلية ونفس الطريقة. أستاذ حسن، من وجهة نظرك كيف الخروج من هذا المأزق في أقل من دقيقة؟ أسألك الله. أعتقد أن الدكتورة مضاور رشيد والدكتورة حالة حقيقة طرحوا ما سأطرحه، أنه بعيدا عن المشاركة السياسية، بعيدا عن التمثيل النيابي الحقيقي، حق هذا المجتمع في المراقبة، في المحاسبة، في تكوين مؤسسات المجتمع المدني، لن يكون هناك تعزيز لرؤية حقيقية لمكافحة الفساد. وشكرا، ما أحب أطيل عليك، شكرا أستاذ يحيى وشكرا للحضور. شكرا جزيلا أستاذ حسن، شكرا جزيلا. Is the mic working here, Richard? شكرا جزيلا على الحضور، شكرا للجميع، وشكرا للمتابعين على اليوتيوب على اللايف. أشكر المتحدثين في الحلقة الأولى، أشكر المنظمات، وأشكر أيضا المداخلات من الجانب السعودي. ما أحب أن أشير إليه وبوضوح أننا وجهنا الدعوة للجميع، لأننا نحاول أن نفتح نافذة لحرية التعبير الرأي، لأننا نحاول أن نأخذ الجميع في مكان واحد ليتحدثوا جميعا عن رؤية مشتركة. كان واضحا من الكلمات التي سمعنا أن هناك في قاعدة مشتركة، أن الجميع يشتكي من ظلم موجود في هذه السلطة، وأن هناك مخاوف على بلادنا، وأن الجميع يبحث عن حل. لن نصل إلى حل حتى نتحدث مع بعضنا سواء في الداخل أو في الخارج. هذه هي النقطة المهمة. وقبل أن ندخل أكثر من هذا، أنا أحب أن أعتذر قبل أن أنسى للدكتور عبد العزيز الحصان والدكتور عبد الله العوده للاشكال الفني والخلل الذي حصل اثناء كلماتهم. اعتذر ايضا شديد الاعتذار للاستاذ علي الاحمد، الاستاذ بدر بن طلال الرشيد، الدكتور حسن العمري، الدكتوره حسن حصه الماضي، الدكتوره حصه الماضي كانت لهم مشاركات، المشاركات موجوده كان يجب ان تعرض، ولكن لدينا اشكال وخلل فني مثل ما رايتم. كان لدينا ايضا بعض المشاركات كان يجب ان تكون على سكايب. أيضا كان في بعض الضيوف كان مفترض أن يكونوا معنا هنا، لكن أيضا في إشكال ليس تقني مثل الإشكال التقني في الفيديو، إشكال آخر ربما يعني تردد في الحضور أو نحوه. الذي نطمح إليه والذي نقوله والرسالة من هذا المؤتمر أننا لن نستطيع أن نبني وطننا إلا بأن نخطو للأمام يدا بيد، نتشارك، نتعاون. بلا مشاركة بلا تعاون لا يمكن أن نخطو إلى الأمام. أن يبقى كل شخص يطلق مشروع واحد ثم يبقى يرعى هذا المشروع ويبقى يبذل عمره لهذا المشروع، هذا أمر غير ممكن، وإن أمكن فهو غير نافع وغير مجدي على المدى البعيد. في منظمة القسط على وجه التحديد نحن أنفقنا مثلا 3 أعوام، وجدنا أننا فقط نحاول أن ندافع عن حقوق الإنسان التي تنتهكها السلطة دون أن نحاول أن
أن نشكل ضغط حقيقي دون أن يعني أن نستطيع أن نشكل ضغط حقيقي على السلطة، لأننا يعني دخلنا في دوامة كبيرة جدا أن السلطة تنتهك، ونحن نحاول أن يعني نسدد أو يعني نرقع هذه الأخطاء التي تقوم بها السلطة. الدكتورة هالة الدوسري يوما من الأيام كانت تسأل تقول هل أصبح دورنا أننا يعني نصحح أخطاء السلطة؟ هل نحن أصبحنا كنشطاء أكبر المتضررين من انتهاكات السلطة أن ننشغل بها ليلا ونهارا نحاول أن نساعد هؤلاء الأشخاص؟ الذي يجب أن يعرفه الجميع ويجب أن يعرفه الأشخاص في الداخل، وهذه رسالتي للداخل، أن العمل الذي نقوم به ليس عملا فرديا، هو عمل للداخل، هو عمل للمجتمع، يجب أن نتوحد جميعا، يجب أن نتعاون جميعا. ولكي أعطي أمثلة ولكي يكون كلامي أكثر وضوحا، يجب أن أعطي أمثلة واضحة وصريحة. لدينا الأستاذ وليد أبو الخير كمثال، أطلق المرصد السعودي لحقوق الإنسان. وليد أبو الخير محكوم 15 سنة، أين هو المرصد؟ لماذا المرصد لم يستمر؟ لماذا لا يوجد تعاون شعبي لدعم المرصد ماديا ودعمه بالموظفين ودعمه بالعمال حتى يقوم؟ لأن الفكرة موجودة والمرصد أسس، الأستاذ وليد أبو الخير قام بالتأسيس، لماذا لا يستمر هذا العمل؟ هناك أعمال مؤسسية انطلقت ولكنها لم ترى النور، لأنه للأسف السلطة الحاكمة قمعت العمل المؤسسي، قتلته قتلا لا تسمح بوجود عمل مؤسسي على الإطلاق. المجتمع في شرائح كبيرة من خضع لذلك، لا يوجد تعاون حقيقي. أيضا عندما نعمل يأتي السؤال الذي لا يمكن قبوله على الإطلاق، من أين لكم الدعم؟ وكأن الدعم كأنه عيب. إذا أردتم أن تسألوا عن الدعم وتعتبروه عيبا، لماذا لا تتوجهوا بالسؤال؟ وأنا أحدث من يسألون عن الدعم، لماذا لا يتوجه السؤال للأمير أو للملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا، عندما كان يجمع التبرعات للجهاد الأفغاني، للجمعيات تحفيظ القرآن، لهذه الجمعيات الكثيرة جدا في المملكة العربية السعودية، والتي كلها في الأخير تذهب إلى حسابات الأمير الذي كان أميرا للرياض، الأمير سلمان بن عبد العزيز. هذا من يسأل عن الدعم، هذا من يسأل عن جمع المال العام. أما الأعمال المؤسسية للوطن فيجب أن تأخذ دعم، ويجب أن يتعاون المجتمع عليها، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحملون أفكاراً أن ينطلقوا بهذه الأفكار يداً بيد مع بقية المجتمع. لدينا منظمة أخرى انطلقت وفيها نخبة من الشباب الذين هم موجودون في الداخل السعودي، منظمة حقوقية انطلقت في العام الماضي، نعرف من يقومون على هذه المنظمة، للأسف لم تستطع أن تكمل، وكان يجب أن يكون لهم ممثل اليوم، ولكن المنظمة تتعثر لظروف كبيرة جدا، مع أن الذين أطلقوا المنظمة هم متخصصين في حقوق الإنسان وبذلوا جهد كثير جدا، وربما البعض هنا يعرفهم لأنه يتواصل بهم، ولكنهم تعثروا ولم يستطيعوا أن يكونوا معنا هنا، لأنه لا يوجد تعاون ولا يوجد تكاتف، ويظن البعض أنه طلب الدعم أنه عيب أو شوم أو خطأ. الخطأ عندما يكون الدعم محركا للأشخاص، لكنه يجب أن يكون هناك دعم حقيقي لتنطلق المشاريع. أما من يقول أين مشاريع المعارضة أو أين مشاريع الذين في الخارج؟ المشاريع موجودة والأفكار موجودة، ولكن الذي نريده هو التكاتف، هو التعاون، هو أن نذهب حقيقة لبناء مجتمع مدني، هو أن نتحدث لبعضنا دون هذه الحواجز ودون هذا الخوف من بعضنا، ودون تقسيم من نحن وأنتم وفريقنا وفريقكم، كلنا أبناء وطن واحد وكلنا لدينا هم واحد. إذا لم نصحوا لذلك فإننا سوف نضيع خلف هذا الاستبداد كثيراً. وضعت يوم أمس موقع جديد أسميته مقسطون، وضعت على هذا الموقع بعض الرؤى وبعض الأفكار التي تطرح من يوم لآخر. هذه الأفكار بحاجة إلى من يتبنى هذه الأفكار، سواء يمولها، يبحث لها عن تمويل، يقوم بهذه الأفكار وينفذها للشارع. بلا مؤسسات لن تكون هناك معارضة حقيقية. المعارضة الذي يظن أن المعارضة هي في أن نشتم النظام، فهذا يعني فهمه غير ناضج جدا. المعارضة يجب أن تكون مؤسسات، يجب أن تكون أبحاث، يجب أن تكون دراسات، يجب أن نواجه المنظومة القوية التي يمتلكها النظام السعودي. لديه إعلام ولديه مؤسسات ولديه نسخة مشوهة من الدين الإسلامي، واستخدم رجال الدين واستخدم حتى العادات والتقاليد، استطاع أن يغزوها وأن يستولي عليها. وحتى القبائل رأينا مؤخرا كيف يستخدم القبائل، وقد استخدمها من قبل في حروبه التي سماها حروب الفتح. هذا الاستغلال للنظام وهذا التغول للنظام يجب أن يواجه بمؤسسات حقيقية تقاوم كل ذلك، مراكز دراسات، مراكز إعلامية. لماذا لا يكون لنا محطة إعلامية واحدة نحن كسعوديين في الخارج؟ لماذا لا يكون لنا محطة إعلامية واحدة؟ لدينا رجال أعمال كبار، لدينا مستثمرين كبار، ألا يوجد لديهم غيرة على وطنهم؟ ألا يخافون على بلدهم؟
ألا يشاطروننا الرأي أننا نريد أن ننقذ البلد؟ نحن لا يوجد لدينا مشاريع خاصة، المشروع هو مشروع وطني، هو إنقاذ الوطن. لماذا هؤلاء التجار ورجال الأعمال لا يشاركون؟ إذا كانوا يخشون بطش النظام فهذا مبرر ومعروف، ولكن يستطيع أن يطلقوا مشاريع وغيرهم يدير هذه المشاريع. المهم أن ترى النور. تصوروا أن لدينا قناة فضائية تلفزيونية يقدم فيها الدكتور هالة الدوسري، وفيها برنامج فكري ودراسات أو برنامج ديني للدكتور محمد المسعري، وفيها الأستاذ علي الأحمد الذي نأسف اليوم أننا لم نستطع أن نأخذ كلمته، ولديه مركز دراسات في واشنطن، المركز الخليج أو في واشنطن، ويجب أن يدعم، ويجب أن نقف مع هذا المركز وأن ندعم هذه المشاريع. تصوروا أن هناك برنامج لعمر الزهراني. هؤلاء الأشخاص كان يجب ألا يكونوا في هذا الفضاء بمفردهم، كان يجب أن يكون الأشخاص الذين يتفقون معهم في الرأي ويتفقون معهم في حب وطنهم وفي الغيرة على وطنهم أن يكونوا واقفين بجانبهم معززين لهم، لا أن يبقوا يوجهوا الاتهامات من هي الدولة التي تدعمكم، الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية. نحن في بلد غني، يجب أن لا ننظر لأي دولة أن تدعمنا، يجب أن نقف مع بعضنا، يجب أن تكون مشاريعنا مؤسسية واضحة قائمة على رؤى، قائمة على أفكار تقاوم هذا الاستبداد وهذا التغول الشديد للسلطة الذي ضيع المجتمع وتسبب في هذا يعني الضياع الشديد للمجتمع السعودي ويشكل مخاطر حقيقية. كنا ننوي هذا اليوم أن نطلق وثيقة شرف يوقعها الحاضرون، ولكن للأسف هذا لم يحصل. ربما مستقبلا نحن سنبقى في السير إلى الأمام، وكل محاولات الإفشال وكل محاولات الوقوف في الطريق وكل أولئك الذين يظنون أن العمل أعمال شخصية أو فردية أو يظنون أنهم يعني أن الأعمال تنافسية تضادية، لابد أن يعوا أن المشاريع هي لبناء الوطن، وهذا ما سيبقى. والسؤال الذي يكرر من الداخل لماذا لا تتوحد المعارضة، هذا سؤال غير منطقي وغير مقبول، لأننا تعودنا في مجتمعنا على القائد الواحد والمستبد الواحد والرؤية الدينية الواحدة والمدرسة الواحدة، فيراد أيضا أن يكون هناك معارضة واحدة. لا يجب أن يكون هناك معارضة واحدة، يجب أن يكون الأشخاص أحرار في أفكارهم بشريطة أن لا يعتدي أحد منهم على الآخر، وأن لا يقسي الآخر، ولا يظلم الآخر، ولا يساعد الظالم عليه، سواء كان ذلك الظالم هو السلطة أو أي سلطة أخرى أو أي جهة أخرى. لا يجب أن لا نقبل الظلم على بعضنا، يجب أن لا نقبل أن عندما تبطش السلطات سواء كان سلطاتنا أو غيرها، لا يجب أن لا نقبل عندما تبطش بأي مكون من مكونات المجتمع. إذا تمسكنا بذلك فإننا مستعدون أن نذهب إلى الأمام. التنافس يجب أن يكون تنافس بناء، الاختلاف يجب أن يكون اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، حينها قد نستطيع أن نخطو للأمام، وحينها سوف يكون هناك مشاريع، وهذه المشاريع سوف تكون مغرية أيضا للشباب الذين في الداخل لينضموا إليها وليدعموها وليقفوا بجانبها. هذا ما يجب أن يكون، وهذا ما كان يعني محركا لهذا المؤتمر والسبب الرئيسي لهذا المؤتمر، وهذا ما يجب أن يقال. ورأينا كل الكلمات التي سمعنا وكل الكلمات التي سجلت وكل المشاركات، كلهم يستشعرون الخطر على البلاد، وكلهم يطمحون لبناء هذا الوطن، وكلهم يطمحون إلى إعطاء هذا الشعب حقوقه، وكلهم لا يؤمنون بثقافة الاستبداد وثقافة التغلب. إذن فلنخطو في هذا الاتجاه الذي عليه التوافق دون محاولة لتضيع الوقت ودون الضياع في تضييع النظام لنا وخلقه إسفين أو خلقه التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وخلقه لهذا الانفصال التام الذي يمنع الحوار فيما بيننا ويمنع أن نخرج برأى مشتركة. حتى وإن بقي الخلاف أو بقي الاختلاف واستطعنا أن نسمع لبعضنا فبالتأكيد أننا سنصل إلى نقاط مشتركة، والأكثر وعياً هو الأكثر تقبلاً للرؤى الأخرى لأنه يستطيع أن يعرف منطلقات الآخرين في تفكيرهم. شريطة ألا نرضى الظلم ولا نرضى الاستبداد وألا يكون أحد منا معولاً في يد الاستبداد أو في يد أي من هذه القوى التي سواء تعبث ببلدنا أو تعبث في المنطقة. أكرر شكر الجزيل. تفضل سنة.
دمك زهير. ما هو رد يحيى عسيري؟ What is the reply of يحيى عسيري؟ يحيى عسيري to those who tried to make a relief that this conference is given the support by a given a certain Gulf state. Those who claim so should have come here and should have voiced their concern. Those who try to withdraw are accountable for the reasons for their withdrawal. فما أقوله الآن أنه يجب أن تكون الأعمال ممولة شريطة أن لا يكون ذلك التمويل موجها لأحد أو محركا لأحد. منظمة القسط لديها موقع على الإنترنت وتطلب فيه التمويل. إذا أردتم أن أقول من الذين مولوا القسط هم أشخاص من داخل السعودية وعلى يد على يعني يعدون على أصابع اليد الواحدة. لا يوجد أي تمويل من دولة خليجية أو غيرها، لا إيران ولا قطر ولا غيرها ولا جماعة الإخوان ولا غيرهم. إذا كانوا يريدون أن يدعموا فيوجد صفحة لمنظمة القسط ويوجد صفحة لمشاريع أخرى. لمن أراد أن يدعم الدعم وقبول الدعم ليس عيباً، العيب في أن يكون الدعم موجهاً لأحد. وأحب أو أن أؤكد يعني للاحتياط فقط أنه لم يوجد دعم، ونتمنى أن يوجد دعم يعني في المستقبل، لأنه هناك مشاريع يجب أن يكون لدينا مشاريع، ويجب أن تمول هذه المشاريع، ويجب أن لا تتوقف هذه المشاريع بسبب الدعم. أستاذ يحيى شكرا على الدعوة وحضور المؤتمر. المؤتمر فيه له مؤتمر تاني وتبعات تانية، وشو الخطوات القادمة للتواصل مع الداخل السعودي وشحذ الهمم للشعب السعودي لإسقاط هذا النظام؟ المؤتمر مستمر بإذن الله على ثلاثة أصعدة. الأول أن ننظم حوارات لعدد من الخبراء والمفكرين مثل ما رأينا في الحلقة الأولى بحضورهم المشكور ومداخلاتهم المثرية. الخطوة الثانية هي للمنظمات، منظمات حقوق الإنسان، لأننا قريبين جدا من هذه المنظمات ونعرف معاناة هذه المنظمات والمتاعب التي تواجهها، فيجب أن يكون هناك عمل مشترك ودؤوب ومستمر مع هذه المنظمات. وعلى الجانب السعودي سندفع بقدر المستطاع لأخذ الأصدقاء جميعا وكل الغيورين على بلدهم وكل أصحاب الرؤى الحقيقية، سوف ندفع بكل ما نستطيع لأن يستمر الحوار فيما بينهم ولأن يستمر البحث عن قواعد مشتركة، وليس اتحاد أو اندماج، بل عن قواعد مشتركة، قواعد أخلاقية، قواعد شرف، لأننا أصلاً في المجتمع بشكل كامل نحن بحاجة في النقطة الأولى إلى ثورة ضمير، إلى ثورة أخلاق لتحرك الكرامة، وهذه هي النقطة الأولى للتغيير للأفضل. تفضل دكتور محمد. Small comment about the support. It's a joke. I was asked by a journalist, we hear that Saddam Hussein is supporting you. النقطة ساعدني كواحد من الصحفيين. أم كنت أتحدث لأحد الصحفيين. ممكن أن تقبل الدعم من أي منظمة في باستثناء منظمات قليلة جدا، وذلك يشمل حتى الحزب الشيوعي. كل شيء يساند الطبقة العاملة والمطالب التي كانت في سنة 1980-1983. لم نكن نعتقد بأن رجال الدين، الاستثناءات هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولا استثناء بريطانيا لأنهم كانوا يسعون لترحيله. الولايات المتحدة وإسرائيل هي قوى معادية تحتل بلادنا، ونحن لا نقبل التبرعات من هذه البلاد. الشيء الأساسي هو أي دعم يأتينا من جهة يكون غير مشروط، نقول لهم استمعوا لنا، علاقتكم بإسرائيل ندينها علنا ونأخذ منكم ما نريد. أقول ذلك، نحن لا نخفي شيئا ولا نخاف شيئا ولا نخشى شيئا. نعم، جنوب أمريكا مثلا، البرازيل، البلاد الأخرى، حاولنا على عبد الله صالح الذي استفاد منا ولم يقدم لنا فلسا واحدا. هذه هي واقع الدعم، واضح ومفتوح وليس لدي ما أخفيه. نحن شفافين وواضحين وكل شيء علنا. Thanks.
two things, if you don't mind me saying a comment. هناك شيئين. الأخونا ذكر هذه الأشياء بالإنجليزية تقريبا تقريبا أي جامعة أساسية في القرب هي استلمت الدعم من قطر اسمه جورج تاون هارفارد. ده ليس هناك استثناء. من الغريب جدا أنك لا تقبل الدعم من أهلك من جماعتك لأسباب مفهومة. أشرت إلى تغريدتين من شخصين لشخصين يقبعان في السجن الآن. عبد الله المالكي كتب في تقريبا 5 سنوات ديسمبر 2012 I believe firmly that democracy is the ideal space for the application of Sharia. وفي مايو 2011 for the first time in our history elections لأول مرة شعب عربي for the first time an Arab صباحكم ربيع عربي. These are the people in prison right now and that's why we're all here whether Saudi or not. Thank you very much. شكرا دكتور وتحية كبيرة للأستاذ عبد الله المالكي وللمساجين في السجون السعودية وللأستاذ عيسى النخيف الذي اليوم هو ذكرى عام على اعتقاله ولكل من تم اعتقالهم ظلما في السعودية في يعني استطرادا للدعم. نشأنا في السعودية وعند باب كل مسجد نسمع من يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا ويجمعون أموال وتذهب هذه الأموال كلها لجمعيات تابعة للأسرة الحاكمة ومنفقا خلفا وممسكا تلفا وذهبت إلى أفراد الأسرة الحاكمة. وعندما تقوم مشاريع يبذل فيها الكثير وهذه المشاريع لصالح المجتمع ولصالح الجميع يتم الحديث بتشكيك حول الدعم أو حول هذه النقطة التي يجب ألا تثار في الأصل. شكرا جزيلا للجميع وننتهي هنا. والمشروع الذي يجب أن نعمل له جميعا هو العدل وتطبيق العدالة والبناء لهذا المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.